ألف شكر يا أستاذ أحمد. خلينا نتكلم على التحور أوميكرون والعالم النهاردة، وخاصة دول أوروبية وأمريكا امبارح بتحذر إنه لو استمر عندهم على هذا الشكل هيوصلوا لمليون حالة إصابة في اليوم. أوروبا بدأت بعض الدول تغلق، إحنا الوضع عندنا بصراحة إيه في مصر؟ شوف حضرتك، يعني عايز أقول لحضرتك أولا، يعني التحورات أو التغيرات في شكل الفيروسات دي حاجة طبيعية معروفة وهتستمر. يعني إذا استمر هذا الفيروس كمان شوية هتسمع متحور جديد زي ما سمعنا على ألفا وبيتا وجاما ودلتا وكلام. نعم. كل ما بدأت لحاجة جديدة الناس بتدرس بعض النقاط اللي تهمنا. نعم. يهمنا درجة انتشار هذا الفيروس، هذا المتحور الجديد. يعني احنا زمان اما قارنا الانفلونزا، فيروس الانفلونزا وفيروس كورونا، فيروس الانفلونزا لما واحد بيبقى عنده فيروس الانفلونزا في المتوسط يعدي 2.5 او 3 اشخاص، في الكورونا ممكن يعدي 4 او 5 او 6. نمرة واحد اللي لاحظوه، اولا قعدنا اسبوعين قال لك احنا مش عارفين حاجة جديدة عن هذا المتحور الجديد. فهو الحاجة الوحيدة المرصودة حتى الان ان بيقولوا انه عدوته او كمية العدوى او عدد الاشخاص اللي ممكن ينتقل اليهم هذا المتحول الجديد اكثر بكثير من المتحولات السابقة كلها، وطبعا اكثر من الفيروس الاصلي. طب هل دي بتنعكس اللي يهمنا قوي على الحالة الإكلينيكية بتاعة المرض؟ لحد دلوقتي لم يثبت، بالعكس بقى في ناس بدأت تتكلم خصوصا جنوب افريقيا اللي هي بنعتبرها حتى الآن بلد المنشأ لهذا التحور، بتقول لك لا ده الأعراض الجانبية بتاعته أو الأعراض اللي بتحصل منه أقل من المتحولات الأخرى، لدرجة إن في ناس بيتكلم على إنه بيصيب الجهاز التنفسي العلوي لغاية القصبة الهوائية لكن لسه ما بيعملش التهابات رئوية وكده. الحاجة الثالثة والمهمة يا أستاذ أحمد، يا ترى بيستجيب لبعض الأدوية اللي بنستخدمها ولا لا؟ محدش قال لحد دلوقتي إنه لا يستجيب. فاضل بقى النقطة الرابعة والمهمة جدا، يا ترى هذا المتحول الجديد أو المتغير اللقاحات، هو بيقول لك بيشتغل عشان يتهرب من تأثير اللقاحات. هل ده حقيقي ولا لا؟ لم يثبت حتى هذه اللحظة. نعم. طيب السؤال سيادتك المهم، طبعا احنا عاملين نسمع عن الاف الحالات وبدل ما كان 10% من الانتشار بقى 70 و80%، وفرنسا اول امبارح كان 8.5% وهكذا. الموقف عندنا برضو اقول لحضرتك بكل امانه زي ما انت طلبت، والحمد لله كثيرا الموقف عندنا لحد النهارده ما فيش اي دلائل على اي حاجه سلبيه في هذه النقطه. ولا حالة في مصر حتى الآن؟ لا في حالة، إنما مفيش تغيرات خطيرة أو انتشار خطير من هذا الفيروس. لا عندنا حالات كتير ولا حالات محدودة؟ حالات محدودة وكلها جاية مستوى جاية من بره. جاية من بره. وده الترقب والحذر اللي زاد قوي الفترة اللي فاتت في المطارات والمواني